شهر رمضان أكيد بيرتبط عند كل واحد مننا الحقيقة بذكريات معينة. الذكريات دي ممكن تكون مع الأشخاص أو حتى ممكن تكون مع الأماكن، خاصة الناس القريبين اللي رحلوا وما شاركوش رمضان معانا السنة دي. هنشوف الناس قالت إيه عن رسالة كل واحد ممكن يقولها لحد حد معين في شهر رمضان الكريم. هنعرف الناس قالت إيه من خلال تقريرنا الجاي. رمضان شهر التسامح والمحبة، رمضان بيكون فرصة إننا نسأل أو نطمن على حد بقالنا كتير مقصرين في حقه. تعالوا مع بعض نشوف رسائل الشارع المصري لناس كتير عزاز عليهم. زعلان من حد او حد زعلان منك ولسه ما قلتلوش رمضان كريم؟ لا طبعا، كل الناس قلت لها رمضان كريم، بس في ناس زعلانه مني اللي انا قصرت معاهم، بس هم دولت اللي يعني بوجه لهم رساله ان هم ما يزعلوش مني. طب اختار حد وكلمه وقول له رمضان كريم. اختار حد. الو يا محمد، السلام عليكم. يا باشا رمضان كريم يا محمد. رمضان كريم. ما تزعلش مني يا باشا، كل سنه وانت طيب يا مدير. لا انا بقول لك والله من ام بي سي مصر، ماشي كده؟ فقالوا لي حد زعلان منك فجبتك انت بقى. مين؟ والله بصراحه ربنا ما فيش اي حد زعلان منه. ها، ان كلنا اصدقاء وحبايب كلنا، يعني حتى ولادي كمان كويسين معايا. انا مسيحي وبحبك يا محمد، وكل سنه وانت طيب، وانا عاوز اكلمك عشان اسامحك واصالحك. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب يا محمد، ورمضان كريم وعيد سعيد علينا وعليك بخير. وسامحني ان كنت انا زعلتك في حاجه، سامحني. مين مش موجود دلوقتي رحل او توفى وكان نفسك يبقى معاك في شهر رمضان؟ الله يرحمها والدتي ووالدي. من هنا بقول لهم ربنا يا رب يجعل كل ايامكم جنه واعياد يا رب. كان احلى ايام في رمضان يوم ما بيتجمعنا ونفطر مع بعض، يعني بتلم اخواتي وبتلم الاسره كلها يعني. فمن ساعتها يعني كل واحد بقى في حاله كده، وكل بيت بقى في حاله يعني، الحمد لله يعني. برضه اول حاجه والدتي واخويا، تمام، وشويه صحاب. بص يا امي، انا كل سنه وانت طيبه، ومش عايزك تزعلي مني من اي حاجه، بس هي دي الحاجه الوحيده اللي انا احب اهديها لك. بس ماشي يا قلبي، اوعي تزعلي مني من اي حاجه، انت عارفه انت ايه عندي. انا في وسط البلد بصور على ام بي سي مصر. اه والله العظيم. بطل كدب، خلاص هتمدحيني وسط الاجانب. ماشي يا امي. لا كلهم مصريين، مفيش اجانب. يلا يا امي، مع السلامه. سلام. والدتي اكيد زعلانه مني طبعا، عشان كان نفسها ان انا ابقى موجود معاها في رمضان، او على الاقل افطر معاها يومين، بس للاسف طبعا عشان الحادثه اللي حصلت لي ما قدرتش اروح ولا اقدر اشوفها. وبقول لها كل سنه وانت طيبه وما تزعليش، وان شاء الله هبقى موجود معاكي في العيد، واقول لك كل سنه وانت طيبه وابقى جنبك في العيد ان شاء الله. اخويا كان نفسي اقضي معاه رمضان، واحنا كل سنه بنقضيه مع بعض، بس هو دلوقتي مش معانا. عايشين في ايام مفترقه زي كده، يعني احنا مش عايزين يبقى حد شايل من حد او حد زعلان من حد. اي حد زعلان مني انا عايزه يسامحني. انا بصراحه ممكن اكون زعلت ناس كتير انا ممكن مش فاكرهم بصراحه، فانا اي حد زعلان مني يا ريت تسامحني. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم، ويقعد عليكم الأيام بخير وسعادة، واتمنى الخير للشعب مصر كله. يعني أهلي، يعني أهلي إلي فترة بقالي 7 سنين ما شفتهم، هن بسوريا الله يحميهم. بحب وجه لهم وقول لهم رمضان كريم، وإن شاء الله رمضان الجاي بشوفهم وبقابلهم إن شاء الله على خير. رمضان بيكون فرصة للتسامح وإننا نبدأ مع بعض صفحة جديدة. رمضان بيكون فرصة إننا نفتح قلوبنا ونصفي نوايانا. كل سنة وكل المصريين بخير ورمضان كريم. آية الأبنودي، MBC مصر.